فلو انت حابب انك تساهم معايا في صناعة المحتوى، ولو انت عايز تقدم دعم سواء دعم مادي او دعم معنوي للقناة بتاعتي، قبل اي شيء انا بشكرك جدا، وتعال اقولك ازاي. نداء لكل متابع مخلص لقناة وبيتش عمرو عطله. عمرو محتاجكم يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، أنا عمرو عطله. بصراحة يعني أنا عايز أشكركم كلكم، الحمد لله يعني جدا 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 إن إحنا على أعتاب خلاص 100,000 سبسكرايبر. وده اللي انا جاي اكلمكم فيه. قبل اي شيء يعني شكرا لكل الناس اللي بتقدم الدعم وبتقدم كلمة طيبة، والكومنت الجميل اللي بتحط فيه اي فيديو بيبقى موجود ان هو يشكرني او يدعي لي دعوة حلوة، فده بالنسبة لي اكبر دعم. بشكركم جدا، وبإذن الله نحتفل مع بعض قريب جدا بال 100,000 سبسكرايبر على القناة بتاعتي. اخواتي اخواتي، فبالنسبة لي انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة او انك تعمل شير للمحتوى او الكورسز بتاعتي اللي هتلاقيها في الديسكريبشن، كورسات اللي انا عملتها لما تشاركها مع حد تاني يحس ان هو هيستفيد منها، فبالنسبة لي ده دعم كافي جدا ومرضي جدا بالنسبة لي. فالحاجة الجديدة بقى اللي انا الصراحة يعني مش عارف اقولها ازاي او ان انا اعمل لها الانترو بتاعها ازاي، هو الدعم المادي. احكي لك كده موقف بسيط حصل معايا من فترة، وبرضه حابب اشكر الشخص اللي هو عمل الموقف دوت معايا. فمن فترة كده وانا بتصفح الانترنت بفتح الميل بتاع الشغل يعني، لقيت حد بعت لي ميل. الشخص دوت اسمه مهندس رامي عبد الله. الشخص بعت لي بالنص كده الميل، حتى هيبقى ظاهر قدامك على الشاشه دلوقتي. السلام عليكم، كيف حالك استاذ عمرو؟ ارجو ان تكون بخير، استفدت كثيرا من قناتك واود ان ادعمها بمبلغ بسيط، هل لديك حساب على بيبال؟ شكرا. فالصراحه اللي حصل ان انا بدات ادور ازاي اعمل اكونت على بيبال، وازاي اربطه بحسابي، وازاي استلم الفلوس من بيبال. ولو حابين يعني نعمل فيديو مخصوص على الموضوع دوت في فيديو بعد كده، قالوا لي في الكومنتس تحت. بعت له الاكونت، كنت متوقع ان هو ايه هتتاخر فتره مش عارف ايه يعني. برضو اول مره تحصل معايا حوار ان حد يقول لي هبعت لك مبلغ مالي كده لدعمك والجو ده. لقيت ان الفلوس اتبعتت، والراجل شكرني ورحب بيا جدا، وبرضو قدمت له الشكر وحابب اشكره شخصيا عن طريق الفيديو دوت يعني لو هو شايف الفيديو. كذا حد برضو قال لي على موضوع باتريون، انك تعمل حساب على باتريون ان يبقى حد يدعمك بمبلغ مالي كل شهر حتى لو مبلغ بسيط جدا من اول 3 دولار. لو انت 3 دولار بالمصري يعني يعملوا حوالي 45-50 جنيه يعني بالمصري كده، ف 50 جنيه في الشهر بالنسبة لاي حد مش مبلغ خالص. فكرة ان لما ال 50 جنيه من كذا واحد من كذا واحد من كذا واحد في اخر الشهر هيعمل مبلغ كويس، بحيث ان انت تبدأ تأبجريد الكاميرا، تأبجريد الجهاز انت شغال عليه، تعلي ليفل الفيديوهات اللي انت بتقدمها. حاليا انا بسجل من واللي انا بسجل منها على طول هي اوضة النوم بتاعتي، فلو تلاحظ يعني الباك جراوند هي المعتاده بتاعت كل فيديو. لو انت حابب مثلا تقدم اي دعم تاني غير الدعم المعنوي، لو انت مش في ايدك انك تقدم دعم معنوي لكن ممكن تقدم دعم مادي، بحيث ان انا ابدا اشتغل بالدعم المادي دوت واطور من المحتوى اللي انا بعمله باذن الله، فممكن تدعم القناه او تدعم المحتوى بتاعي بطريقتين. اول حاجه زي ما قلت هو بيبال. الفكره في بيبال انك تدفع المبلغ مره واحده، يعني لو انت حابب تدفع دفعه ماليه مره واحده بس وما تدفعش تاني كل شهر، فانت ممكن تقدم المبلغ دوت على بيبال، تدفعه مره واحده بالكريدت كارد بتاعتك او الفيزا. بتدخل على بيبال عادي وتعمل الساين ان وتدفع المبلغ بخطوات بسيطه جدا بالكريدت كارد بتاعتك، دخل معلوماتها، وطبعا بيبال موقع امن جدا ما فيهوش اي مشكله. تاني طريقه وهي باتريون. فكره في باتريون ان انت هنا بتدفع مبلغ مالي كل شهر، بتبدا من اول 3 دولار. لو انت عايز تبدا ب 3 دولار تقدم ال 3 دولار دولت كل شهر، تدخل تختار نوع الدعم اللي انت عايز تقدمه، سواء تدفع من اول 3 دولار 5 دولار 10 دولار ايا كان القيمه او ايا كان المبلغ اللي انت عايز تقدمه. فشكرا جزيلا ليك، وباذن الله المبلغ دوت يساهم بشكل كبير جدا في تقديم نفع وتقديم قيمه للمشاهد. حتى برضو حتى لو انت مش في مقدرتك اي مبلغ مالي، سواء تدفعه على بيبال او تدفعه على باتريون، انا شاكر جدا ليك، شاكر جدا ليك ومبسوط جدا وفرحان لو انت شاركت الكورسات بتاعتي وعملت لها شير على صفحات التواصل الاجتماعي، بحيث انها توصل لاكبر قدر من المشاهدين والناس كلها تستفيد. فبالنسبة لي الدعم المعنوي اكبر دعم، وهو ده اللي بيخلي الشخص
يعني في لحظات الإحباط ولحظات اليأس يلاقي الناس بتسبورت، الناس واقفة في ظهره والناس بتديله الدفعة ان هو لا يعني انت بتقدم حاجة كويسة ما توقفهاش. فده اللي بيخلي الشخص ايا كان اللي بيقدمه او ايا كان الموهبة اللي عنده يفضل مستمر ويحافظ دايما على تطويرها ويفضل غيور على انها تطلع بافضل شكل وافضل صورة للناس. فالصراحة يعني انا ما بعرفش ازين الكلام ولا اقول الموضوع ازاي ولا اخش منين. اظن اللي انا كنت عايز اقوله كله وصل لك بشكل كويس باذن الله. اللي حابب ان هو يساعد ويساهم ويشارك معايا في صناعة المحتوى هيلاقي الرابط واللينك بتاع البيبال او باتريون في الديسكريبشن، هتلاقوا اللينكين تحت في وصف الفيديو. والموضوع سواء بيبال او باتريون الموضوع امن جدا، ما تقلقش من اي حاجة. يعني برضو انا حابب اشكر الناس كلها انك بس عملت اشتراك في القناة، ده انا بالنسبة لي انا بحبك جدا يعني، فشكرا ليك جدا. من الناس اللي انا بحبهم محمد شحاتة الصراحة، يعني الراجل اول ما قلت له هعمل باتريون وعمل ده يعني موضوع الدعم المادي والجو دوت، الراجل يعني ما قصرش معايا ومسكني طريقة. يعني انا هسمعكم بس ايه الريكورد اللي هو بعتهولي، اسمع الريكورد اللي معايا. عمرو عايز يعمل ابجريدنج، بس اوعوا تفكروا ان الابجريدنج ده علشان نفسه، لا 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 لا، الابجريدنج ده علشانكوا انتوا، علشان يقدم لكم فيديوهات بكواليتي احسن، علشان يبيض الأوضة ويخليها هوم ستوديو يليق بيكم وبالمتابعين الجمال الكيوت اللي بيتابعوا قناة عمرو عطلة. عمرو مستني دعمكم، مستنيكم ولو بربع سنت. ادعموا عمرو عطلة وخلوكوا جنبه. يعني اقول لك ايه، شكرا شكرا يا شحاتة، شكرا يا شحاتة على دعمك وتريقتك. وباذن الله اشوفكم الفيديو الجاي. انا عمرو عطلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.